فيلم يوم من الايام اللي السيناريست وليد يوسف قال من خلال الفيسبوك انه هيبدا تصويره كان من بين احلامه واحلام الفنان الراحل نور الشريف. والفيلم بتدور احداثه كلها في اتوبيس بيجمع فيه عدد كبير من الشخصيات. الفيلم اتأجل تصويره أكتر من مرة بسبب إن كل الأبطال المفروض يكونوا موجودين في كل المشاهد اللي هيتم تصويرها. يوم من الأيام هيقوم بدور البطولة فيه الفنان محمود حميدة. يوم من الأيام هو من إنتاج حسين القلة اللي كان لكاميرا عرب وود لقاء معاه علشان يكلمنا أكتر عن تفاصيل الفيلم. الحكاية بدأت بالسيناريو زي ما أنت عارف، يعني وصلني السيناريو من الأستاذ وليد يوسف من أكتر من سنة، يعني حسيت انه الفيلم ممكن انه يكون فيلم عظيم، فيلم يعني يليق بالمشاهد المصري والشعب المصري. وابتدينا نحضر، وكان في لازم فتره انتظار لانه الاستاذ محمد مصطفى المخرج كان مشغول في اعمال تلفزيونيه لرمضان اللي فات مش 2015. وبعدين اشتغلنا على السيناريو 4 5 6 شهور يعني لأن وصلنا للنسخة الكويسة. المنتج حسين القلعة قدم عدد كبير جدا من الأفلام اللي كانت بتحمل رسالة معينة وكان ليها شكل درامي مختلف، وعشان كده وضح رسالة الفيلم الجديدة وهي يوم من الأيام واللي بيرجعه تاني لعالم الإنتاج بعد فترة توقف. مجمل الفيلم كله من أول مشهد لآخر مشهد بتهيألي عايز يقول إنه المشاهد أو المصريين كلهم يقولوا جملة واحدة، إنه إحنا حلوين وقادرين وعايشين سعداء وحنعدي، بس احنا حلوين. الشعب المصري يقول هذه فكرة الفيلم من خلال قصص حب جميلة كده بسيطة ما فيهاش افتعال ما فيهاش تأليف، من واقع حياة مجموعة من الناس مختلفة الأطياف تلتقي في أتوبيس وتقول في النهاية احنا حلوين. اتكلم كمان المنتج حسين القلة عن الفيلم وعن احداثه والنجوم الكتير اللي هيشاركوا فيه وعن الاحداث المهمة اللي موجودة في يوم من الايام لكاميرا عرب وود. الفيلم بيجمع يعني ناس تلتقي في 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 اتوبيس ومن من 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 عوالم مختلفة، يعني من طوائف مختلفة من مستويات مختلفة في الحياة، فشي طبيعي تلاقيهم متنوعين، في العجوز في الكبير في الشاب في فرقة المزيكا في بطلة الفيلم سواء الأتوبيس اللي هو بطل الفيلم اللي احنا مسمينه جابر في الفيلم، فبشي طبيعي انه يكونوا مختلفين. يعني في الأستاذنا العظيم محمود حميدة على شاب الصاعد أحمد حاتم على هبة على رامز مدام مشيرة إسماعيل لطفي لبيب، يعني حواديت موجودة في مكان واحد بس مش جاي مع بعض. كمان اتكلم المنتج لكاميرا عرب وود عن أفلامه اللي قدمها للسينما، وطبعا اتكلم عن علاقته بالمخرج الراحل محمد خان. أنا صنعت أفلام في صناعة موجودة وعريقة وبقالها عمرها يعني أكثر من 100 سنة، ما بقدرش اقول لك في الوقت يعني اميز بين فيلم وفيلم، بس بعتقد كل افلامي فيها اذا بدك يعني حوالي 25 30 فيلم. بس اولهم كان حدوته مصريه مع الله يرحمه يوسف شاهين، وبعدين برضه مع رأفت الميه الله يرحمه الحب قصه اخيره، ولغايه النهارده اليوم بيوم من الايام. بس اذا بدك افتكر حاجه في الافلام اللي عملته حتى المسلسلات بعد مرور من الزمن قدرت ألاحظ حاجة مشتركة بين كل الأفلام إنه كلها والمسلسلات إنه كلها تتعلق بما يسمى بالهم العام. الله يرحمه محمد خان كان عملنا فيلمين زوجة رجل مهم وأحلام هندو كاميليا. الفنانة هبة مجدي شكرت روتانا وكاميرا عرب وود في البداية لوجودها في كواليس فيلم يوم من الأيام اللي بتشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من الفنانين، وكمان اتكلمت عن دورها في الفيلم. ميرسي قوي ان روتانا بتيجي مشوار بعيد قوي زي ده في القناطر الخيرية، ربنا يخليه. لا والله مبسوطة قوي وان شاء الله نبقى قد الفيلم ونعمل فيلم حلو ويعجب الناس. اللبس اللي انا لابساه ده دور انشراح، لكن أنا بعمل دور تاني، دورين انشراح ونشوة في الفيلم. وليه بقى أنا بعمل دورين مع أن الممثل لازم يعمل دور واحد؟ دي أنا مش هقدر أقول لك ليه لأن كده يعني القصة نفسها يعني هقولها لك، فهقدر أقول تفاصيل بسيطة. انشراح دي الحب القديم لأستاذ محمود حميدة.
هبه كمان كشفت لنا عن كواليس شخصيه انشراح واللي بتقدمها في فيلم يوم من الايام، وكمان اتكلمت لكاميرا ارب وود عن الرومانسيه اللي في الشخصيه. الشخصيه اللي انا بعملها انشراح كمان جريئه، يعني هي مش بلدي زي ما الناس متخيله في الشكل ده، لا هي بتعبر عن البنت اللي ما بتخرجش من بيتها، بس لما بتحب الراجل اللي بتختاره بتبقى جريئه جدا وبتصمم عليه. ده يعني محور الموضوع، يعني عايز يقول ان الحب شيء مهم جدا، يعني مفتقدينه، وان الحب ممكن يغير في الاقدار، في قدر البني ادم وفي نصيبه، ممكن يعيش طول حياته عايش على الحب ده. اتكلمت هبه كمان عن الادوار اللي سبق وقدمتها، تعالوا نشوف قالت ايه ونرجع لكم تاني. الحياه فرص، وانا شايفه ان الواحد الحمد لله محظوظ بيتحط في فرص مهمه، من اول مشوار خالص، من اول قصه الامس، من اول العار، من اول الزوجه الرابعه، كلها كانت فرص، مسلسلات كانت مهمه، حظها كان حلو الحمد لله انها اتشافت كويس، فبالتالي انا اتشافت كويس. الواحد لازم يستغلها بان هو يتعب بمجهود، يشتغل على الدور اللي بي بي بيعمله بيأديه، يكون مختلف، وانا بحاول ان انا اعمل كده في كل دور، خصوصا الفتره اللي فاتت بقالي سنتين بحاول ان انا اركز ان انا ابقى شكلي مختلف عن اللي انا عملته قبل كده. وفي اخر لقائنا مع الفنانه هبه مجدي كشفت لنا عن اخر اخبارها الجديده، ومنها تصوير مسلسل ولاد تسعه. مسلسل ولاد تسعه بصوره بقالي 3 اسابيع بعد الفرح على طول، يعني دخلنا على طول التصوير، وبنعرض كل يوم بقى على المسرح القومي، ده يعني قمة الصعوبة. مخرج الفيلم هو محمد مصطفى، واتكلم عن فيلم يوم من الأيام اللي بدأ تصويره واللي بيرجع بيه بعد آخر أفلامه الحرامي والعبيط. دراما غير تقليدية بتعكس حالة الحب الموجودة في المجتمع المصري اللي احنا بنفتقدها، واللي بتغيب عننا بسبب المشاكل اللي احنا فيها، وبسبب الحاجات اللي بيمر بها المجتمع المصري اليومين دولت. نتمنى انها تنقضي وتنتهي بسرعة ويرجع لنا زمن الحب وزمن المشاعر الإنسانية اللي مع بعضينا، يعني وبيننا وبين بعض. واتكلم كمان المخرج محمد مصطفى عن تفاصيل اكتر عن الفيلم واختيار الفنانين والاحداث الاساسيه اللي فيه. الموضوع مختلف شويه، لانه الموضوع المفروض الحدوته بدات من 22 سنه وبتنتهي النهارده، ما عندناش الحقبه دي كلها، احنا عندنا فتره صغيره من 22 سنه في اوائل التسعينات، وعندنا معظم الفيلم دلوقتي بيمر النهارده 2016 في يوم واحد بس، بتقابل فيها كل ممثلين الفيلم وكل الشخصيات بتتقابل مع بعض. بنتمنى التوفيق لفيلم يوم من الايام، ومنتظرين اننا نشوف فيلم متميز، خصوصا انه بيشارك فيه عدد كبير من النجوم.